بعد ما كانت الكميلة الإعلان عودنا نتابع نشرتنا، ومثل ما عم تتابعوا أنه حركة التصوير الفيديو كليبات ناشطة بالعاصمة بيروت، ومنها مع فنانين لبنانيين وفنانين عرب. بعد ما تابعنا مع الفنانة التونسية أماني سويسي اللي انطلقت من لبنان ببرنامج ستار أكاديمي، هلأ بدنا نتابع تصوير فيديو كليب جديد أو تفاصيل عن كليب جديد للفنان المغربي حاتم إدار اللي انطلق أيضا من لبنان ببرنامج الهواة السوبر ستار. حاتم كان له كليبات عديدة وكثيرة وأغنية وألبومات، إضافة إلى مشاركة بمسلسلات وأفلام سينمائية كممثل. حيحدثنا عن كليبه الجديد لأغنية علاش حتى بعدت ومشيت، وحيحدثنا عن تجربته في التمثيل، وهي أهم تجربة تمثيلية لأنه من الأدوار الرئيسية بهذا العمل اللي بيحكي عن سيرة ذاتية لشخصية مغربية شهيرة جدا. حالي كانت بسببك، وعلاش حتى غيرك خدم كانك، قعدت نادم معك الحال وجاي تترجاني، تطلب مني نرجع لك سي با بوسيبل، علاش علاش فين كان عينيك، ان كان لسانك غريب حين كنت معك وبين ايدي. بدنا نقول اهلا وسهلا عبر عربيكا بالفنان المغربي حاتم إدار. الله يخليك، بارك الله فيك بالمغربي، وايضا تحياتنا لكل مشاهدي الكرام مشاهدين عربيكا تي في. حاتم، هي اول مره بتغيب هالقد عن لبنان، يعني صار لك غايب تقريبا حوالي سنه ونص، شو سبب هالغيبه؟ لبنان بلدي الثاني، واكيد الاطلال الحقيقي على الجمهور العربي في الميدان الفني كانت من خلال برنامج سوبر ستار بلبنان. يعني الجمهور اللبناني له معزه كبيره جدا ومكانه كبيره بقلبي. الكليبات اللي عرضت على قناة عربيكا تي في اللي هي لو بقدر زي زمان، يعني من 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 أول الكليبات اللي بالساحة الفنية، في شغف وفي حب وفي فرحة كبيرة جدا لما الجمهور المغربي بيشوف عمل مغربي أو فنان مغربي على قناة عندها وزن وعندها اسم كبير بالساحة الفنية مثل عربيكا تي في. فهذا يعني مشكورين عليه قناة عربيكا وجنود الخفاء على هذا التلفزيون الرائع. علاش حتى بعد تمشيت، عاد زيانيت وحليت، جيت قول لي تنبغيك، وقبل كنت قدامك وبين ايديك. خلينا نخبر المشاهدين، يعني فترة غيابك مش بس كانت تركيز للغناء، انما ايضا كنت مشغول بأعمال تمثيلية، فخبرنا شو صار. كانت عندي إطلالات سينمائية بكذا عمل سينمائي، يعني هناك مجموعة من الأفلام مع مخرجين كبار بالمغرب مثل المخرج حسن بن جلون، المخرج عبد الكريم الدرقاوي، أكيد المخرج سعد الله عزيز. يعني هناك يعني نتمنى ما ننساش شي مخرج من المخرجين. آخر أدوارك في التمثيل؟ آخر أدواري دور فنان مغربي له تاريخ جدا بعالم الفن المغربي، يعني من غير ما أحكي على الاسم أخليه مفاجأة للجمهور إن شاء الله لما يتعرف على الفيلم. قصة حياته، وبالضبط هذا الفيلم فيه أربع أشخاص، يعني مش دور بطولي لشخص واحد، فلأربع أشخاص فنانين كبار بالمغرب عملوا جولة ما بين الدول العربية، ليبيا، تونس، مصر، فكانت قصة حياتهم من خلال هذا الفيلم حاولنا أن نحكي عليها. فيلم يعد من أهم الأفلام اللي مثلتها لأنه كان دور جد رئيسي. إمتى رح ينعرض؟ ممكن يكون في مهرجان السينما بمراكش، المهرجان العالمي. كنت من هذه حال كيف جيناك على البال، سامحني اللي كان بينا زلزال، ما بقى بينا ما يتقال، هذا محال، قلب اللي كان يبغيك وخيبتي ظنه فيك، كان فرصة ضيعت من ايديك، فرصة حين تضيع صعب تاني ترجع لي. خلينا ننتقل الى الغناء، ومؤخرا سجلت عمل غنائي جديد وصورته كليب وقريبا بنشوفه عبر عربيك، اخبرنا عنه. علاش حتى بعدت ومشيت، اكيد الجمهور المغربي ممكن حيفهم اللهجة اكثر. علاش حتى بعدت ومشيت، عاد زيانيت وحليت، يعني بخلاصة انه ليش
أصبحت حلو في نظرك وبتحبني، لكن بعد ما رحت خلاص يعني نسيت خطاغي إنه خلاص رحت لغيرك. فهذا هو المغزى من 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 من, من الكليب. أغنية من هي من كلمات دريس بقاع كاتب مغربي يعيش بمدينة فاس، ألحان حاتم إدار وهي الثاني تجربة لي في الألحان. تصورت على شكل فيديو كليب بالمغرب، يعني حوالي 4 أيام من التصوير ما بين كازابلانكا والنواحي. التصوير كان جد احترافي لأنه كان هناك فريق عمل كبير جدا، أكيد كانوا دي سبونسور اللي هم يعني ساهموا بهذا العمل. إن شاء الله يا رب يعني يحبوها المشاهدين من خلال أرابيكا تي في. علاش حتبعت ومشي عاد زيانيت وحليت، جاي تقول لي تنبغيك قبل كنت قدامك وبين منتابع بأجواء الكليبات. وبدنا نروح لمصر مع صوت انطلق عربيا من خلال فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان أجمل حاجة. الفنان اسمه مميز، عمره 60، هيدا مش لقب إنما هيدي عائلته الحقيقية 60. هلأ بتعرفوا ليش هو متمسك بعائلته مش حابب يغيرها، وحنعرف أكثر عن الكليب اللي صور بلبنان بأكثر من منطقة، منها وسط المدينة بيروت ومنها ما سوق جبيل الأثري. ايضا حنعرف عن الالبوم الكامل اللي حيطل فيه عمرو بالفتره المقبله، والكليب هو من توقيع المخرج المبدع محمد جمعه اللي حدثنا عن الصوره اللي رسمها لعمرو لحتى ينطلق عربيا بالكليب وتكون صورته راسخه عند الجمهور، اضافه الى الفيلم السينمائي اللي عم بيحضر له للتصوير محمد جمعه بالفتره المقبله. انت اجمل حاجه حصلت لي في حياتي وبقيت بحب الدنيا بيك، وما عادش يوم بيعد عليا عادي من يوم ما حسيت اني ليك، عايزك يا حبيبي كل لحظة معايا اصل انا خدت عليك، عايزك يا حبيبي كل لحظة معايا اصل انا خدت. خلينا نبلش نحكي عن الأغنية اللي عم تتصور اليوم. عنوانها، كلمات ألحان مين؟ ليه اخترتها هي تتصور أول أغنية من الألبوم؟ أغنية اسمها أجمل حاجة، كلماتها رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم. اخترتها لأنها أغنية يعني البيت مش سريع قوي ومش هادية قوي، البيت بتاعها لذيذ، كلامها سهل وفيها المسج اللي احنا عايزين نوصلها الفترة الأولى دي، الكلام السيمبل وكلامها كلامها حلو ولحنها جميل، فهي يعني هي اخترنا دي أول ظهور ليا. شكل موجز، خبر المشاهدين عنك، عمر 60، عائلتك المضبوطة 60، وليش يعني هيك عندك إصرار إنه عمر مش ممكن عمر بلا 60؟ والله هو ده اسمي بجد، اسمي عائلتي اسمي 60، وأنا حابب إن أطلع باسمي يعني، وبعدين هو اسم مميز يعني، أنت مجرد أنا أقول لك عمر تقعد أسبوع أسبوعين تقول لي عمر، بعد كده هي 60 خلاص، الناس بتقول لي 60 وبتاع، وأنا حابب إن الناس تشوفني تبقى عارفاني زي ما أنا معروف طول عمري يعني. الالبوم بتاعي انا بدات من 4 سنين تقريبا بحضر في الالبوم، اتاخرت لاسباب كتيره يعني، كذا مره اجلنا لكذا سبب يعني، بس ان شاء الله خلاص المفروض في الصيف ان شاء الله اول هيبقى نازل يعني الالبوم، وان شاء الله الكليب اللي متصوره ده هيبقوا مع بعض ان شاء الله. كان اقول اهم الاسباب هي اللي اخرتك هي الانتاج؟ لا ما فيش انتاج، بس انا يعني يمكن دخلت الجيش ده كان ضايع سنتين وكده، بس يعني كان الاحسن الحمد لله، عملنا شغل احسن واتطور شغل، طبعا خدت خبره اكتر في الوقت ده وعدت حاجات طبعا وكده، فطلع الشغل احسن الحمد لله. عمرو خبرنا مين اختار يجي على لبنان يصور، انت كانت فكرتك ولا فكره المخرج؟ احنا الاثنين يعني، احنا كنا عايزين فكره معينه للتصوير واول ظهور ليا، ولقينا لبنان وبيروت فيها اللي احنا كنا محتاجينه يعني، فقررنا مع بعض يعني. اول مره بتزور لبنان؟
لا لا جيت قبل كده كتير، جيت عارف الاجواء، عارف كل حاجه، ما تقلقش عليا. بنصور كليب جديد لعام 60، وهو مهتم قوي ب60، دي لقب عيلته يعني، حابب الاسم. اغنيه سريعه عاملين لها جو لطيف يعني، الصبح كنا بنصور على المارينا، عملنا حاجات على البحر، عملنا حاجات في البوت، بالليل بنشتغل في جبيل، عاملين جو خارجي. اللي ورانا دلوقتي سهره لطيفه يعني. هو شاب صغير لسه بادئ حياته، وحابب يبقى فريش ويبقى شكله عامل لوك مختلف وجديد، فان شاء الله نتوفق ويطلع كليب حلو ان شاء الله. تعاون مع فنان جديد، بعتقد يمكن هذا اول كليب بيقدمه بحياته، كيف بيكون التخطيط له؟ هو انا بشوف انه الكليب مع الفنان الجديد بيبقى فيه ميزه، انه بيبقى فاكك وسايب نفسه تقريبا، ملوش ستيل معين، فده بيديك مساحه كمخرج ان انت تبقى عامل ستايل معين، تبقى شايفه بطريقتك، عكس لما بيبقى فنان خلاص بلش على شيء او ابتدى على شيء، فخلاص ما بتبقاش التغيير فيه بيبقى صعب. فعمر الحقيقه هو سايب نفسه تماما، عامل البوم حلو مشجعني الاوديوات كلها، وان شاء الله هنصور حاجه واتنين بعد كده من الالبوم، وان شاء الله بيطلع شغل حلو ان شاء الله. ليه اخترت لبنان للتصوير؟ لا لبنان جميله الحقيقه، وعندنا فرايتي كتير، واحنا في الكليب ده تحديدا كنا محتاجين بحر وسوق قديم، فكان الموضوع ظابط جدا بين جبيل وبين المارينا الصبح، يعني اللوكيشن جنب بعضه، وانا بحب اصور في لبنان عامه. شو التقنيات اللي عم تستعملها؟ احنا بنشتغل ديجيتال سينما، بنشتغل بالاليكسا، وهو مين دلوقتي خلاص، وللاسف يعني دي حاجه يعني عامله لي حزن عميق، فكره ان السينما في لبنان انتهت، انه المعمل قفل وما بقاش فيه خلاص فرصه ان انت تصور سينما. بس طبعا الكاميرات الجديده ديجيتال سينما، اليكسا، الريد، بتدي كواليتي كويس، وهي بديل، والعالم خلاص ماشي في الحته دي، فواي نوت نجرب. التكنولوجيا خربت الدنيا. الى حد ما، الى حد ما. يلا والبحب بدنا نروح لما يخص السينما. شو عم تحضرنا وعارف عم تحضر لفيلم سينمائي؟ لا ان شاء الله باذن الله في يعني فيلم، احنا بقالنا فتره كبيره بنحضر فيه، وكان المفروض ندخل قبل الثوره بس يعني الظروف، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله على من بعد العيد يبتدي تصوير، وساعتها بنقول كل حاجه يعني خلينا كده نداري بس على الموضوع لحد ما يتم ان شاء الله. اكيد نحن متابعينك، ولكن قلت فيلم لازم كان يتم ما قبل الثوره، هل حصول الثوره خلتك تعدل بالنص، تعدل تغير بمسار الفيلم، ولا بعده مثل ما كنت شايفه ما قبل الثوره؟ لا هي الثوره غيرت خريطه الانتاج، يعني اللي حصل انه انت فاهم الظروف اللي مرت بيها مصر والمنطقه كلها، فخلت شويه الاجواء مش مناسبه از برودكشن يعني ان احنا نبتدي في الفيلم، بس ان شاء الله الامور دلوقتي اتحسنت والدنيا والحمد لله رجعت تاني، فتظبط الامور المره ان شاء الله. الالبوم هلا شو بدنا نقول عنه؟ الالبوم هنقول عنه ايه؟ الالبوم انا طبعا تعبت فيه جدا، واخترت قعدت وقت كتير بحضر فيه، الالبوم 10 اغاني. عملنا
كل حاجه بقى، كل يعني قعدنا عم منوع ومختار وشغال مع ناس مختلفه كتير عشان ناخد يعني كذا لون كده من الاغاني، وان شاء الله يعجب الناس. يعني انا تعبت فيه ومفروض يعني ان شاء الله يعني. مين كان حصه الاسد بالالبوم؟ الالحان كان عندي تامر علي هو حصه الاسد، الشعراء محمد عاطف، امير تعيمه، رمضان عبيد اغنيه، عبير الرزاز، يعني في ناس كتير يعني، بس هو تامر علي اكتر واحد اسمه موجود انه ملحن نص الالبوم. تميم هو اللي موزع الالبوم كله وعامل المزيكا كلها، هو اللي بدا معايا الموضوع من الاول خالص، يعني اول واحد قعدت معاه في القصه دي، واللي بدا معايا الموضوع كله كان تميم، طبعا بشكره جدا، وهو يعني هو نصيب الاسد، هو اللي عامل الالبوم كله يعني.